رمي 10. يا إخوة فرحة قلبي وطلبتي لله عشان خاطر إسرائيل هي عشان الإنقاذ، لأني بشهد لهم إن عندهم غيرة الله ولكن مش حسب المعرفة، لأنهم لما كانوا ما يعرفوا صلاح الله وبيدوروا إنهم يثبتوا صلاح نفسهم ما خضعوش لصلاح الله، لأن هدف الشريعة هو المسيح عشان الصلاح لكل اللي يؤمن، لأن موسى بيكتب عن الصلاح اللي جاي من الشريعة إن الإنسان اللي يعملها هيعيش بيها، وأما الصلاح اللي من خلال الإيمان فيقول بالشفدة ما تقولش في قلبك مين يطلع للسماء يعني عشان ينزل المسيح، ولا مين ينزل للهاوية يعني عشان يطلع المسيح من بين الميتين، لكن بيقول إيه؟ الكلمة قريبة منك في بوقك وفي قلبك، يعني كلمة الإيمان اللي بنبشر بيها، لأنك لو اعترفت بوقك بالرب يسوع وأمنت بقلبك إن الله قومه من بين الميتين اتنقصت، لأن القلب بيأمن بيه عشان خاطر الصلاح والبق بيعترف بيه عشان خاطر الإنقاذ، لأن الكتاب بيقول كل اللي يأمن بيه ما يكسفش، لأنه ما فيش فرق بين اليهودي واليوناني، لأن رب واحد الكل غني لكل اللي بينادوا عليه، لأن كل اللي ينادي باسم الرب يتنقص، فازاي ينادوا باللي ما أمنوش بيه وازاي يأمنوا باللي ما سمعوش عنه وازاي يسمعوا من غير ما حد يبشر وازاي يبشروا لو ما بعتوش زي ما هو مكتوب. قد ايه جميلة رجلين اللي بيبشروا بالسلام اللي بيبشروا بأخبار الخير، لكن مش الكل سمعوا كلام الإنجيل، لأن أشعياء بيقول يا رب مين صدق الخبر بتاعنا، يبقى الإيمان من خلال الخبر والخبر من خلال كلمة الله، لكن أنا بقول يكونوا ما سمعوش، لكن لا لكل الأرض خرج صوتهم والآخر الدنيا كلامهم، لكن أنا بقول يكون إسرائيل معلش في الأول موسى بيقول هخليكوا تغيروا باللي بالشعب بشعب غبي حفظكوا، بعدين أشعياء يتجرأ ويقول اتلقيت من اللي ما دوروش عليا وبقيت باين للي ما سألوش عني، أما بخصوص إسرائيل فيقول طول النهار فردت إيدي لشعب معاند وبيقاوم،